مشاهدينا الكرام، فتحت على بركة الله البوابات لانطلاق جياد 3 سنوات بجميع درجاتها متنافسة على كأس وزارة الحرس الوطني الفئة الثالثة في الميدان السعودي. مسافة الميل متابعينا الكرام تبدأ الانطلاقة من المسار الداخلي مع رستم، ومن الخارج مع خزين في بداية الاندفاع، في بداية الانطلاقة، في شوط يحمل من التكتيكات الشيء الكثير، يحمل من التكتيكات الفنية ومن الأسماء الكبيرة. متكيف يأتي في المركز الثالث على صواب، في المركز الرابع الزحول، في المركز الخامس معايد، في المركز السادس من الداخل المحتية تقدم في منافسة مثيرة. رستم ابن كانديان فورتنر يتقدم في المركز الأول، يقود هذا الشوط في المركز الأول، يتقدم رستم. يا رستم في انطلاقة مثيرة للمركز الأول، رستم في متابعة مثيرة أيضا من قبل بقية الأسماء. ربما يأتي متكيف وربما يأتي الزحول. الزحول يأتي من المسار الخارجي، يأتي في منافسة مثيرة. الزحول ابن قاطف ومتباين على خط النهاية للاسطبل الأبيض، كأس وزارة الحرس الوطني. ما شاء الله تبارك.